مليار نسمة من 7.5 مليار يجي في العالم، نجد النقص المتوالي المستمر في الموارد المائية للعالم العربي، وأصبح النهاردة يحتاج في الطلب على المياه في الدول العربية حوالي 100 مليار منهم مصر 30 مليار. نحس كده إن المشكلة ليست وليدة اليوم، ولكن هي مشكلة مستمرة تجاه العالم كله. بالنسبة لمصر أصبح التحديات شديدة جدا، خاصة ضرورة تأمين المياه، تأمين المياه وتنميتها، خاصة ما منها الجارية أو المتجددة. ده ذكر بقى الدكتور عفاس شباب، وهو من أعلام دراسات المياه الأفريقية. دكتور عباس شراي أستاذ الجيولوجيا والمياه كلية الدراسات الأفريقية العليا، دكتوراه فلسفة العلوم البيولوجية جامعة كولورادو، المناصب السابقة رئيسة لقسم الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، وأشرف عضو في الجمعية الجيولوجية الأمريكية والمصرية، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية، نشر في هذا المجال أكثر من 50 بحث، وسنة إن شاء الله سنسمع منه محاضرة جيدة جدا، لأنها مصر جزء من القارة الأفريقية، ونتمنى إن شاء الله نسعد بهذه المحاضرة. تفضل. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور محمد مرسي على هذا التقديم، والشكر لاسره المركز القومي للبحوث على هذه الدعوه الكريمه، وخالص الشكر للساده الحضور على الاهتمام، واختيار الموضوع هي يعني مرفق جدا، وهي التنميه في ظل محدوديه كميه المياه. يعني الحقيقه يعني مجهودات كبرى بتبذل من حوالي 50 سنه من اول ما بدانا بناء السد العالي، ومصر حصتها من المياه ضابطه، والتحدي مع زياده عدد السكان هو في الابحاث اللي بتتم في زياده الانتاجيه في ظل محدوديه كميه المياه. الحقيقه الموضوعات تناولها الحقيقه هي فرصه ان اكون موجود ما بين يعني مناره العلم في مصر، المركز القومي للبحوث واساتذته الكرام في كل التخصصات. الحقيقه يعني الموضوع المياه فرصه ان انا اعرض على حضراتكم جوانب مختلفه في مشاكل المياه في مصر، لان احنا عندنا مشاكل عديده سواء داخليه او خارجيه في دول حضرموني. ايضا سوف اتعرض لبعض المشروعات سواء ايضا من داخل مصر او خارج مصر، بمشروعات خارجيه في بعضها يفيد مصر وفي بعضها يسبب ضرر. ايضا هناك سد النهضه، هنعرف طبيعه سد النهضه وتاثيره على مصر وبعض الحلول الممكنه، ومواجهه مصر لمشاكل سد النهضه او اي مشاكل اخرى في دول المنابع. ايضا هناك بعض المشروعات اللي ممكن تزيد من حصة مصر المائية. آن الأوان إن احنا نفكر في زيادة الـ 55.5 من سنة 70 وإحنا هي 55.5 مليار. فهناك مشروعات نفسنا نقول 60 مليار و70 مليار. بالعكس احنا دلوقتي مهددين إن الـ 55.5 ربما تقل قليلاً، فإحنا إزاي نزيد من هذه الكمية؟ أيضاً تردد بعض المشروعات زي مشروع وقت الكونغو، نهر الكونغو، نهر النيل، يعني برضه في اشاره سريعه سوف يعني اوضح كيفيه موضوع الرد سواء كان عملي او غير عملي. المياه في مصر الاعتماد الرئيسي على مياه النيل، مياه الامطار محدوده للغايه، بنعوض باستخدام المياه، وكما يعني ذكر في المحاضره السابقه، لكن هي كانت مركزه على مياه الصرف الصحي. لكن احنا عندنا ايضا مياه الصرف الزراعي وهي مهمه للغايه، حوالي 13.5 مليار متر مكعب
وكلها تقريبا بتنزل مره اخرى للمياه سواء للنيل او للترع. ايضا عندنا استخدام المياه الجوفيه وزاد في الفتره الاخيره بالخصوص خاصه المياه الجوفيه العميقه اللي في الصحراء الغربيه وهي مياه غير متجدده. عندنا الامطار المركزه في الساحل الشمالي فقط، عندنا السيول الفدائيه طبعا يعني بس استعداد سريع لمواردنا المائيه، والان في بعض المشروعات لاقامه سدود لحمايه السكان من الفيضانات او السيول. وايضا المياه الجوفيه الخزان الجوفي النوبي، وده اللي بيعتمد عليه مشروع 1.5 مليون الثاني بنسبه حوالي 80%. هذا الخزان هو خزان قديم غير متجدد، يعني يمكن هنا مساحه الخزان مساحه كبرى بتغطي 4 دول. عمر المياه في هذا الخزان تتراوح اكثر من 4000 او 5000 سنه، يعني مياه قديمه وغير متجدده، فبالتالي استخدامها يتطلب حساب شديد جدا. ايضا تحليه المياه، ايضا كما ذكرت في المحاضره السابقه 2% من مياه الشرب بتاتي من المياه المحليه، واذا ذكرنا تحليه مياه البحر فمياه الشرب وليست الزراعه. الى الان ما زالت التكلفه يعني عاليه، يعني الرقم اللي كنت سابق 5 أو 6 جنيه، يعني تفصيل 1 جنيه بيصل الى 5 أو 6 جنيه المتر المكعب، فما بالنا المياه المحليه. فاذا عندنا هنا التوزيع السكاني في مصر، يعني يمكن احنا عملنا خدمه كبيره لوزاره الكهرباء ووزاره الشركه المفضله للمياه، ان احنا كلنا تجمعنا حوالين النيل، فبالتالي سهل توصيل المياه او الكهرباء. لكن في طبعا عندنا المياه المحليه يبقى في السواحل الدوليه بالفعل بسبب المدن الجديده عندنا التوسع. عندنا نمو السكان وزي ما قلت الحصه ثابته بقالنا يعني اكثر من 50 سنه. في سنه 64 بدا تشغيل السد العالي، ونقدر نقول من هنا الحصه الثابته لمصر. سنه 90 بدانا ندخل في الفقر المائي لما عدد السكان زاد على 56 مليون نسمه. في الحاله دي اصبح نسيج الفرد اقل من 1000 متر مكعب، حاليا وصلنا ال 100 مليون متوقع الى 160 مليون نسمه. لازم نعمل حساب المستقبل، 160 مليون مش معقول هيعتمد على نفس كميه المياه الحاليه. نسيج الفرد حاليا 565 متر، سوف يصل الى 350 في 2050. لازم نعمل حسابنا، عايزين نزيد الحصه، عايزين لا اللي وصلنا يزيد عن كده. استصلاح الاراضي والمساحات المزروعه امام هذا التحدي اللي احنا فيه، يعني شيء يعني طالب للغايه ان مساحه الاراضي الزراعيه في زياده رغم التعدي على اراضي الدلتا، الا ان استصلاح الاراضي وصلنا من 9 إلى 10 مليون فدان يتم زراعتها حاليا. وهناك 1.5 مليون فدان في الوقت الحالي الحكومه بتسعى لعمل هذا المشروع، وهناك 1.5 مليون اخر في نهايه التسعينات. الكشكة وشرق الروينات وطلعة السلام. كل إضافة إلى طبعا المشروعات اللي اتعملت بعد السد العالي. هنا أيضا عندنا مشروعات جديدة في صحارة سراجنا بتنقل مياه لسينا. هنا مطلوب زراعة 100,000 فدان في هذه المنطقة. بالإضافة طبعا مشروع طلعة السلام حوالي 400,000 فدان في سينا، بالإضافة إلى 220 في الجهة الأخرى. أيضا من التحديات الموجودة في مصر نوعية المحاصيل اللي احنا بنزرعها، وهي معظمها محاصيل شامله للمياه. يمكن الجدول في المحاضرة السابقة كان بيوقف بين الجدول، الحقيقة أرقامه كانت متراوحة، لكن الأرقام الحقيقية يعني هي أكثر من كده بكتير. عندنا مشكلة هناك في شمال الدلتا بمناسبة في تداخل مياه البحر، وبالتالي وخاصة بعد بناء السد العالي ظهرت هذه المشكلة. عشان كده احنا بنعوضها بزراعة مساحات من البرز لكي تعمل غسيل في بعض الأراضي. هنا دي الدلتا وشفنا التوسع، دي الدلتا في 84 والدلتا في 2018، بنحاول نعوض الأراضي اللي تم الاعتداء عليها داخل الدلتا
طيب المزيد طبعا ده كله يتطلب موارد مائيه، تزرع حتى الري الحديث في الصحراء يعني حاجه عجيبه برضه، ان احنا نشوف ان في شرق الاولان بنزرع حوالي 200,000 فدان بنستهلك لهم 3 مليار متر مكعب، اكثر من المياه المستخدمه في الري والغمر في الدلتا. حاجه عجيبه يعني انا طالب اترك في وقفه في هذا المشروع، انا الري في الصحراء عموما. طبعا من مشاكل التلوث، وطبعا كما قلت احنا محتاجين نعالج عندنا مياه، واختلط مياه السقف الصحي بمياه السقف الزراعي، اصبح دلوقتي المجاري كلها بتشمل الاثنين مع بعض، فعندنا تمصرف الصرف اصلا عندنا 67 مصرف على مستوى مصر، اطوالهم حوالي من 17 ل 20,000 كيلو متر مصارف، وفي بعضها بيصب في البحر. هذه المياه محتاجه معالجه واعاده استخدامها، في بعضها بيتم بالفعل لكن الغالبيه لسه محتاجه معالجه كبيره. طبعا المصرف الصحي وصل لتقريبا نصف سكان مصر، ده رقم متواضع جدا، و 56% المغطي اللي تم تغطيتهم بصرف صحي هذا الرقم، فبالتالي ال 44% الاخرى معناها ان هم بيرموا الصرف الصحي في المجاري المائيه بما فيها نهر النيل نفسه. عندنا البواخر الساحره، عندنا حوالي 300 باخره من الاقصر الى الجيزه. عندنا الصرف الصناعي، المصانع الموجوده فيها عشرات المصانع على بحر النيل، وشايفين الصرف المباشر. طبعا محتاج وقفه للمحافظه، احنا عندنا الكميه محدوده، فلابد انها تكون من ناحيه النوعيه تكون مياه جيده، خاصه ان هذه المياه شاملينها مياه النيل. عندنا فيها مصانع اللي بتصب في وادي النيل مباشره، بالاضافه للتوسع العمراني، وحتى لما عملنا في الاراضي الصحراويه في 6 اكتوبر برضه بنعمل حمامات سباحه. يعني هنا من حق الاغنياء ان هم يستمتعوا باموالهم، لكن بس ندفعوا عشان نعوض ونوصل المياه لاهلنا في الصحراء سواء مش مدن او في سيناء او في البلاد الاخرى. عندنا انشاء مدن مدينه، عندنا دلوقتي حاليا احنا بننشا 14 مدينه في الوقت الحالي، زي العلمين الجديده والعاصمه الاداريه الجديده، ده كله بيتطلب مياه. في مصر ما فيش مشكله مياه شرب، ولا في المستقبل يبقى في مشكله مياه الشرب، المشكله كلها في مياه الزراعه، لان مياه الشرب حتى لو من التحليه فهي اقتصاديه، لكن ليست اقتصاديه للزراعه. عندنا المشكله من المشاكل الكبرى ان مياه النيل ان كلها من خارج مصر. يعني مياه مصر اللي بنعتمد عليها 98% من مياهنا من خارج الحدود المصريه، وبالتالي احنا معرضين للمشاكل من دول التنمية زي المشكلة الحاصلة حاليا مع اثيوبيا. عكس السودان 54 فقط من مياه السودان يأتي من الخارج. عكس العراق 53% فقط من مياه الدولة من الخارج. لكن مصر يمكن دولة من الدول القليلة في العالم ان مياهها بالكامل تقريبا يأتي من خارج الحدود. في ايضا بعض المشروعات في الدول بما ان المياه بتأتي من الخارج، احنا لازم نتابع استخدام المياه في خارج الحدود المصريه. في السودان مثلا في مشروعات بتقام باستثمارات عربيه وغير عربيه في اراضي في السودان. هذه الاستثمارات لو في اراضي بتروى من النيل ممكن تاثر على مصر، خاصه ان السودان حاليا يعني بيزرع حوالي 4.6 مليون فدان، يعني تقريبا بيستهلك حصته كامله. اي توسع في الزراعة في السودان وتعتمد على مياه النيل هيبقى على حساب حصة مصر المائية. وبالتالي هنا لو في تشجيع مصر للزراعة في السودان يكون على زراعة مطرية أو نبعد على نهر النيل، لأن المساحة والكمية أصبحت محدودة سواء في السودان أو في مصر. هنا شايفين الاستثمارات العربية في السودان وفي ناتي الى المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل.
دلوقتي من الخطر الاستراتيجي ودوله واحده من 11 دوله في الدول الكوب اسلوبنا واهم نهج هو النيل الازرق اللي بيقام عليه سد النهضه في الوقت الحالي. طبعا هذه المياه بتاتي الى مصر في فتره الصيف من شهر 7 الى شهر نهايه اكتوبر. الهوا الاسلوبيه الحقيقه في اتهام ان مصر والسودان هيستخدموا مياه النهضه الثاني. الحقيقه هذه مقوله خاطئه. اذا كنا احنا بنستهلك كل مياه النهضه الماي ال 11 دولة أو ال 9 دولة اللي دول عايشين ازاي؟ فإذا احنا هذه الدول دي نسب دي كميات الأمطار اللي بتسقط على دول المنامة. مليون من اللي بتصل إلى أسوان 84 مليار المفروض سنة بين مصر والسودان. دي نسبتها 5% من جملة الأمطار اللي بتسقط على دول المنامة. اللي بتسقط على الحوض نفسه 1% من كمية الأمطار اللي بتسقط على ال 11 دولة. إذا كمية مياه النيل هي بقايا مياه الأمطار بعد ما ترمي الغابات والحشائش والطرق الحيوانية وكل الزراعات في دول المنابع ما تبقى منهم يأتي إلى مصر وكان قبل السد العالي بينزل البحر. فبعد السد العالي هي المياه دلوقتي المحجوزة في خزان السد العالي. المحطة الإثيوبية هذه هي إثيوبيا تلت اثيوبيا فقط هو اللي في حوض النيل مش كل الدول الاثيوبيه. التلت اللي واقع في حوض النيل وهنا في ثلاث انهار من 12 نهر داخل اثيوبيا. ثلاثه فقط هم اللي واقعين في حوض النيل. الحقيقه بعد المشكله اللي حصلت مع امريكا ايام السد العالي و الخلاف اللي حصل واتفاق مصر مع روسيا على بناء السد العالي في اختلاف مع امريكا والعدوان الثلاثي الحقيقه امريكا راحت اثيوبيا سنه 58 لعمل دراسات الغرض منها قطع المياه النيل عن السد العالي وجعله مجرد حائط. بما ان مصر اصرت على بناءه مع روسيا فبالتالي هنا هذه هي الخريطه الامريكيه اللي طلعت راحوا مكتب الاستصلاح الامريكي يدرس ويركز على النيل الازرق لان 60% من مياه النيل من النيل الازرق فقط. وعملوا هذه الخريطه والمثلثات دي مشروعات وسدود داخل اثيوبيا. هذه المشروعات حوالي 33 سد في حوض النيل الازرق فقط. منهم اربعه كبار. سد النهضه واحد من الاربعه الكبار، يعني في ثلاث سدود كبيره اخرى على النيل على النيل الازرق. في مشروع اتعمل في هنا في مشروعين اتعملوا من 33 فاضل 30 لسه 30 من السد في اثيوبيا. علشان كده احنا حل مشكله سد النهضه مع اثيوبيا ليس هو النهايه. احنا عايزين ده جزء من الحلول. احنا عايزين نحل مشكله سد النهضه ويكون في اتفاق شامل لاي سد في المستقبل لان ممكن النهارده يعلنوا عن وضع سد جديد داخل اثيوبيا. في هنا سد النهضة بيقع على الحدود الإثيوبية السودانية وكان اسمه سد بيردر. هنا هذا كان النيل الأزرق بيبدأ من التحالف الثاني وعليه أربع سدود رئيسية منهم سد النهضة. سد النهضة هو آخر في آخر النيل الأزرق في إثيوبيا وبالتالي يتحكم في 50 مليار متر مكعب. ال 50 مليار هي 60% من مياه النيل. هذه السدود بحيث الثانية مرتفعة وهنا سد النهضة الحقيقة الأربع سدود بيغطوا الانحدار. علشان كده فنيا متوقع إن إثيوبيا تنشئ سد آخر من السدود الثلاثة في أقرب وقت علشان يساعد في حماية سد النهضة. لأن المياه المندفعة في اتجاه سد النهضة كل الإطناب هيتم في سد النهضة وبالتالي من الناحية الفنية ضروري انشاء سد من الثلاثه للتخفيف عن سد النهضه، والا عمر سد النهضه لن يزيد عن 50 سنه وهيملا بالطن. فدي السدود دي السدود يعني اربعه كبرى. هذه السدود مجموع تخزينها قد يصل الى 200 مليار متر مكعب. والنهر دلوقتي ب 50 مليار متر مكعب في السنه.
سد النهضة مخصص 74 مليار متر مكعب، يعني تقريبا مرة ونص الأمطار اللي بتسقط في حوض النيل الأزرق. هنا سد النهضة هينشأ أهو دلوقتي بيبنى ما بين الجبلين بحيث الدراسة الأمريكية تنص من سد الحدود والتخزين كان 11 مليار متر مكعب وارتفاع 85 متر. هذه المواصفات لم تقنع رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل زماني اللي كان عايز يعمل مشروع ضخم زي السد العالي وعايز كان مثل الاعلى جمال عبد الناصر، عايز مشروع كبير يخيب اسمه. وبالتالي لما عرض عليه مشروع سد الحدود 11 مليار قبلها كان عند سد اسمه سد التنزي 9 مليار ما حدش يتكلم عنه. عشان كده هو عايز يعمل مشروع كبير. السد لو عين عن 85 متر الميه هتتسرب من هذا الوادي وتفتح تاني خلف السد وتمشي في النهر مره ثانيه. اذا من الحد الاقصى المفروض 85 متر، لكن في هذه الحاله التخزين هيبقى فقط 11 مليار متر مكعب. عشان كده عرضوا عليه ان ممكن هذا الوادي ده عنده مفروض تشرب في مصر. الوادي ده الميه اتقفل يقدر يعلي السد ده زي ما هو عايز. وبالتالي فعلا ده اللي هيتم، ان حاليا الجزء ده بيتقفل بسد اسمه السد المكمل اللي اعلن من حوالي شهر ان تم بناء السد المكمل من هنا، لان هو سد رباني وفيه مدكب بخرسانه ما فيهوش شغل فني ما فيهوش شغل بناء. فبالتالي تم اغلاق هذا الوادي وبالتالي ازداد الارتفاع الى 145 متر وسعه تخزينيه 74 مليار متر مكعب. الحقيقه الكلام ده كان بعد فبراير 2011. كان قايل في فبراير على سد الحدود ب 11 مليار. بعدها اتغير الى اكس بروجكت ب 64 مليار بعد اضافه السد المكمل. ثم تغير الى سد الايفون الاثيوبي العظيم في 2 ابريل وتم وضع حجر الاساس. ثم تغير مره ثانيه الى سد النهضه الاثيوبي العظيم الاسم الحالي. إذا من فبراير إلى مارس في حوالي 45 يوم تم تغيير الاسم والسعة، طبعا دي بدون دراسات هندسية حقيقية. وبالتالي هنا بنبان الموقف السياسي لزناوي إنه كان عايز بس مشروع ضخم ويبنيها كسب الانتخابات وأصبح زعيم إثيوبي ومات على شعبية ضعيفة داخل إثيوبيا. حتى اللي سد النهضة والدكتور رأفت هتكلمنا بالتفصيل، هنا اصبح السدين بقى في سدين، سد رئيسي والسد المكمل. السدين يعملوا بحيره، البحيره دي فيها هيبقى فيها 74 مليار متر مكعب. دي صوره بعد السد ما ينتهي، هيشوف السد الرئيسي زي ما احنا شايفينه وفي السد المكمل وهنا مقوس عشان شوف على الكونتور. ما هتشوفوا الكونتور ده عامل خط مستقيم هيبقى ارتفاع، هو دلوقتي ارتفاع 50 متر عشان كده زود هنا 50 متر، لو عايز لسه فيه ممكن زياده لو 10 متر او 20 متر ممكن يزود السد، لكن في الحاله دي لازم يعلي السد الثاني. والسد الثاني كل ما يعلى هيبقى اضعف وطوله 5 كيلو. وزي ما حضرتك شايفين هذا التقاوس اللي بيعمل متعارف اتجاه الميه ده برضه بيخليه ضعيف. فحاله ملء الخزان ولو في فيضان مستمر مع اندفاع المياه من المرتفعات تهدف في خطوره شديده جدا، الخطوره كلها في هذا المشروع وهذا السد المطمئن. ده صوره لقيام السد حاليا سايبين الجزء اللي في المنتصف علشان يصرف مياه الفيضان. اثيوبيا فريده في امطارها، امطارها بتسقط ابتداء من شهر 7 وتنتهي في شهر 9. ثلاث شهور السنه بتتفتح وتنزل كميه كبيره جدا من المياه. هذه المياه في اربع فتحات هنا لا يكفي لامرار هذه المياه، وبالتالي سابوا المنتصف مفتوح وده اخر جزء يغلق في سد النهضه. لو تم غلقه يبقى هيبدا التخزين ولا يمكن التخزين طول ما هذا الجزء مفتوح. دي صوره احدث وشايفين في موسم الفيضان، حتى بنقول الفيضان ما كانش موسم المطر. موسم الفيضان شايفين المياه بتعبر هذا الجزء وبتنزل الجزء ده مبني 40 متر والميه بتعلوه وبتنزل منه في موسم المطر. الاربع فتحات اللي هم على الجانب لا يكفي في موسم المطر او موسم الفيضان ان هذه المياه تمر منهم.
دي صورة، إحدى الصورة لسد النهضة، ولما دلوقتي بيشتغلوا في التربونات، تركيب التربونات في الجزء الأوسط. اللون الأحمر ده لسه محتاج يتمم. هما أنشأوا على الأطراف، ويمكن لما كان في مشكلة في الشركة الإسرائيلية اللي بتعمل التربونات، الشركة الإسرائيلية ركزت في سد مكمل خلصته، وركزت في الأطراف على أساس إن ما فيهاش تربونات، وانتظرت لما يعملوا التربونات في الجزء المتصل. دي صورة فرعية لوقت الفيضان، وشايفين المواهب اتجمعت، لأن حتى الفتحة اللي في المنتصف بتاعتها 130 متر، وبرضه غير كافية إنها تمرر المياه. فعملت شبه بحيرة أمام السد زي ما إحنا شايفين. هذه البحيرة طبعاً الشهرية شفنا المياه حصلت مرة تانية، وأصبح دلوقتي الجزء الأوسط المياه مش قاعدين، والمياه العادية في يوميا جزء بسيط من بحيرة تانية اللي بيمروا في بعض النهر. ده يكفي إن الأربع فتحات هما اللي عدوا منها، عشان كده البحيرة اختفت وأصبح النهر خد شكل تمام. ده السد المكمل اللي انتهى في الشهر الماضي، وزي ما حضراتكم شايفين. الحقيقة هنا السد النهضة، وعشان نشوف موقف في السودان من سد النهضة هي مؤيدة لإثيوبيا، وسد النهضة بيعتبر للسودان زي السد العالي بالنسبة لمصر. في فوائد على السودان، الفوائد على السودان أكثر بكثير من إثيوبيا. الفوائد اللي على السودان يعني سريعا نقولها، إن في حتى في مياه الفيضان، لأن النيل الأزرق بيفيض تقريبا كل سنة في الأراضي السودانية، بتاع السد النهضة مش هيبقى في فيضان. أيضا السودان بيزرع في موسم الفيضان، بعد كده المياه النيل الأزرق هتبقى موجودة طول السنة، فممكن السودان يزرع على مدار العام. أيضا الإطماع شديد جدا في السدود السودانية، يمكن ما بعد السدود من 50 ل 60% واكثر من 60%. السودان من حوالي 4 سنوات أو 5 على سد الرسيرس 10 متر، لان كميه الطن فيه كبيره. الانهار اللي بتاعت من اثيوبيا محمله بالطن، علشان كده سد النهضه هيحجز معظم هذا الطن. اذا بالنسبه للسودان هيتم حجز المياه بالطن، وثم تمر المياه بدون طن. فده يحمي السدود السودانيه. السودان ممكن يخلي سدوده بالكامل مليانه طول السنه، وبالتالي توليد الكهرباء الى اعلى ما يمكن. هو مش محتاج بقى دلوقتي ان هو يعني يستخدم الخزانات اللي هتجيله المياه باستمرار طول السنه. بالاضافه الى ان اثيوبيا عرضت على السودان جزء من كهرباء سد النهضه كمان، بسعر التكلفه او الكتول اقل من انتاجها داخل السودان. لكن الاضرار سد النهضه سواء على اثيوبيا نفسها او على وخصوصا ده على مصر. في بعض الاضرار ان السد طبعا مكلف للغايه، يصل الى 8 مليار دولار دلوقتي. في طبعا في حوالي 30,000 نسمة يحضروا المكان، وده شيء طبيعي، احنا حضرنا حوالي 10,000 مولي من السد العالي. في بعض المناطق هتغرق، دي كانت صالحه للزراعه، في بعضها في اماكن تعدينيه. في الزلازل هتزيد في المنطقه، هي موجوده بالفعل. اكبر منطقه للزلازل في الدول الافريقيه هي الغرب الافريقيه، طبعا بوزن السدين مع بعض، بالاضافه الى وزن 74 مليار متر مكعب يعني 74 مليار طن. هذا الوزن هيساعد على حدوث زلازل. ايضا في طبعا مسطح مائي انتشار ملاريا في اثيوبيا. في سد النهضة مبالغ في مواصفاته، عشان كده ارتفاع التوليد الكهرباء فيه متدنية، وبالتالي يعني انت بتدفع اموال طائلة والعائد منها هيبقى محدود للغاية. طبعا المشاكل السياسية، لكن هنا نشوف الضرر اللي هيقع على مصر، الاضرار اللي على مصر. احنا هنخسر كمية المياه اللي هي تساوي كمية المياه اللي بنقول عليها التخزين الميت. التخزين الميت ده مستوى المياه الليالي اللي تحت منسوب فتحات التربونات. هذه الكمية تتراوح من 14 ل 4 ل 24 مليار متر مكعب. هذه الكمية لا تضر، فطبعا دي هتتخصم في السنة الأولى أو في السنتين الأولانيتين، لأن السنة الأولى ربما
الجزء الاوسط ما يكونش الثمن فيحجز كميه بسيطه. من المتوقع ان هم يحجزوا من 10 ل 14 مليار السكر القادم. ايضا الجزء اللي اعلى من كده حوالي 50 مليار ده التخزين الحي اللي بيولد الكهرباء اللي هو لازم يولده. ايضا عندنا في فقد مائي سواء من الايفابوريشن او من تسرب المياه في الاراضي اللي في الدنيا لان في تشققات داخل افريقيا او من المشروعات الزراعيه. هذه هي شكل الاراضي تحت سد النهضه عباره عن سطور جرانيتيه متحمله مليئه بالتشققات. وهنا التشققات جايه التشققات هنا ايضا عندنا خريطه النيل الازرق بتبين لما يتم التخزين فيما تستخدم هذه المياه. لو استخدمت في مشروعات زراعيه بالري يبقى المياه كده في الحاله دي لن تاتي الى مصر. من حسن الحظ ان التضاريس داخل اثيوبيا لا تسمح بوجود اراضي مسطحه للري. فاصبح مشروع سد النهضه ليس للزراعه ولا حتى للشرب لانه موجود على منسوب 500 متر في حين ان الاثيوبيين عايشين فوق ال 2000 متر وبالتالي مستد على الحدود في النهايه مع السودان. هنا دي المساحه المساحات الخضراء الشريط الاخضر الخفيف ده اللي ممكن زراعته بالري. المساحه كلها لا تزيد عن 200,000 هكتار. اذا سد النهضه ليس مشروع تنميه زراعيا لان مفيش زراعه مغرية. الزراعة المغرية في اثيوبيا بصفة عامة لا تزيد عن 3%. واقتصاد النهضة يعني هنا اهتمام في جزء هنا كان يصلح للري معظمه هيبقى تحت البحيرة. فإذا تأكدنا إن مفيش زراعة لكن نقطة الزراعة في السودان. لأن الزراعة السودان هي فيه الأراضي القابلة للري. هنا دي السودان ودي الأراضي المغرية داخل السودان. حاليا السودان انشا مجموعه سدود ممكن تخزن 26 مليار وحصته 18.5 مليار متر مكعب. في عندنا الكهرباء السد السد العام هتقل. طبعا الكهرباء بتعتمد على منسوب المياه كل ما ارتفع المنسوب بتزيد كميه الكهرباء المولده. فالمنسوب ده لو جزء من المياه سوف يخزن في اثيوبيا يبقى منسوب مياه السد العام هتقل. معناها ان الهد هيقل يبقى التمويل الكهرباء هيقل بحوالي من 10 الى 20%. لكن احنا نقدر نعوض الكهرباء مفيش مشكله في الكهرباء لكن المايه هي المهم ان الكميه هي اللي تيجي لمصر. ايضا بالنسبه للسودان هتقل خصوصا التربه لان السودان الى الان في زراعته بيعتمد على التمر اللي جاي مع المايه وبالتالي ما بيستخدمش الاسمنه. لكن بعد سد المهرج لازم نستخدم الاسمنت لان التمر كله هيخزن في سد المهرج. دي السدود السودانيه الحقيقه فيها كميه كبيره من التمر. في بعض المتخوف ان اثيوبيا هيبقى معاها المفتاح او الحنفيه اللي تتحكم بيها في مياه النيل بالنسبه لمصر. الحقيقه بيقول ده بشر كنترول يعني التحكم ده محدود للغايه. ليه محدود؟ اثيوبيا انا معهاش الحنفيه لان سد النهضه في 24 مليار متر مكعب تخزين ميه و50 مليار حي يبقى كده الخزان مالئ للاخر. ايراد المياه 50 مليار كل سنه. لو فرضنا ان اثيوبيا لن تصرف المياه في توليد كهرباء لو في خلاف مع مصر ومش هنولد كهرباء ومفيش ميه تعدي مصر. ده كده البحيره مليانه 24 مليار متر مكعب. قبل موسم المطر اللي بيبدا في شهر 7 لازم اثيوبيا قبلها بشهرين او ثلاثه لازم تفرغ المياه حتى لو مش هتستخدمها. لان دي 50 مليار في 3 شهور. شهر 8 بيجي فيه 50% من المياه الاثيوبيه. اذا قبل شهر 5 او 6 لازم يكون مفرغ. ما ينفعش التفريغ في اسبوع او في شهر. لازم قبلها بعده شهور يفرغ ويستعد. احنا بنستقبل في السد العالي المياه اللي بتفرغ من السدود السودانيه قبل موسم المطر. وبالتالي اثيوبيا لازم تفرغ المياه حتى لو مش هتولد بيها كهرباء. اثيوبيا دوله حديثه ما هياش على بحر عشان ترمي المياه في البحر. وليس لها عندها صحراء حتى لو حبت انها ترمي المياه في الصحراء ما عندهاش صحراء. ما فيش طريق للنيل الازرق.
الازرق غير انه ينزل السودان وانه ياتي الى مصر. ممكن نحجزها هذه المياه لمده 6 شهور فقط. لكن لا يمكن لاكثر من 6 شهور. وطالما هنخزن لازم نصرف المياه عشان نولد الكهرباء. ولو مش هيولد الكهرباء اقصاها 6 شهور. بعدها مضطر اجباري لازم يصرف المياه. وبالتالي هنا نقدر نقول ان ما معهوش الحنفيه. لان لو معاه الحنفيه امتى؟ لو الخزان يسع امتار سنتين ثلاثه. لو الخزان يسع مثلا زي السد العالي يسع 162 مليار متر مكعب. سد النهضه 74 منهم 24 في تخزين مياه موجودين طول السنه. وباقي 50 ولغايه 50 كل سنه. اذا لابد ان هو يحجز مياه امتار سنتين متتاليتين. وبالتالي هو ده تحكم بسندريا في المياه دي كمقوله غير علميه. هنا ده السد النهضه او ادي البحيره زي ما حضرتك شايفين محاط بالجبال. ومفيش طريق للميه غير انها تخرج من السد وتنزل للسودان وتيجي لمصر. ايضا الاراضي السودانيه ما فيهاش الامكانيه اللي عمل سدود ضخمه. اكبر سد في السودان واتعمل في التسعينات وتم ايامها خلاف ما بين مبارك وبشير بعد الحادثه في 95. السودان انشا هذا السد يمكن يعني ده عماد في مبارك. هذا السد بيخزن 12 مليار متر مكعب، ده اكبر سد في السودان. السدود الاخرى اللي بيخزن مليار وبيخزن ثلاثه وبيخزن اربعه. لكن الخطر الاكبر من سد النهضه هو عدم امان سد النهضه. زي ما شفنا ان هي سدين الرئيس والمكمل، والسد المكمل فيه مشكله كبيره. لو حصل انهيار لسد النهضه ده في دمار للسودان. لان 74 مليار متر مكعب شايفين حضرتك هنا موسم المطر في اثيوبيا الامطار من حظ ان الامطار الاثيوبيه 936 مليار متر مكعب. 60% منها موجود في التلت الموجود في حوض النيل. بقيت اثيوبيا شايفين حضرتك باللون الاصفر الامطار الاولى. هذا الجزء هو اللي موجود في الثلاث انهار اللي بيغذوا منها النيل. اذا كمية الامطار غزيرة. فاذا سد النهضة معرض لو البحيرة مليانة وفي موسم المطر لو الامطار اعلى من المتوسط والبحيرة مليانة هيبقى في فيضان ويبقى في ضرر كبير جدا على اثيوبيا، خصوصا ان المياه بتاتي في فترة زمنية قصيرة. المياه مش موزعة على شهور السنة. التضاريس في اثيوبيا ايضا فريدة في التضاريس. اثيوبيا فيها 50% من الارتفاعات الافريقية فوق ال 2000 متر. فوق ال 2000 متر يعني اثيوبيا اول ما الجبال ما تنتهي يبقى دي الحدود مع السودان. يعني دي طبعا هذه الارتفاعات خلت ان المياه الامطار تسقط تقوى بسرعه، سرعه المياه كبيره للغايه. خلال ساعات المياه بتكون خارج اثيوبيا بتكون في السودان. لدرجه ان هم يعني بنبص للنيل الازرق اللي بيسموه النهر الخائن لانه المياه فيه بتجري بسرعه. وبعد موسم المطر المياه بيبقى فيه كميات مياه قليله للغايه. فحتى نفسهم بيقولوا يعني انتظر شويه اهدى انت مستعجل ليه؟ وهم نفسهم ان المياه تظل موجوده شهور بعد موسم المطر. طبعا عشان كده النيل الازرق متوسط عمق النيل الازرق تمام 500 متر. لما نتكلم في نهر النيل بيقولوا 10 20 متر. لكن النيل الازرق في اثيوبيا 500 متر وفي بعض الاماكن 2000 متر. يعني لو في واحد عايش داخل النيل الازرق نفسه ينزل 500 متر بين الميه وبين يطلع تاني. اذا هنا الارتفاعات طبعا اثيوبيا واحنا برضه كنا قريبين من المياه اللي ممكن تفقد او من انهيار السد. لان في فيضان وفي تشققات. اثيوبيا فيها اكبر فارق على سطح الارض. وهو الاخدود الافريقي العظيم. فقاسم اثيوبيا نصفين، شايفين حضراتكم اثيوبيا والجزء الاصفر ده الفارق الافريقي اللي بادئ ان مدغشقر انفصلت وفي الجزء الشرق ده انفصل، ده بس ده انفصل من 20 30 مليون سنه ولا حصل. هنا اثيوبيا هذا الفارق موجود. براكين نشطه في اثيوبيا حاليا، اللي عايز يشوف بركان حديث يروح اثيوبيا. دي كلها مراكز براكين موجوده في اثيوبيا، وده بركان نشط حاليا، ده مركز سد النهضه.
الخطوة أكبر منطقة زلزالية في القرى الأفريقية هي الهضبة الأفريقية. أنا يعني دقيقتين أو ثلاثة بكثير. المراكز دي الزلازل طبعا ده كله سد النهضة في البحيرة فيزيد من الزلازل. دي التشققات اللي حصلت من هذه الزلازل في الأحدود الأفريقي. في فوارق عمودية على الأحدود. في فارق منهم عمل النيل الأزرق نفسه. المية بتمشي مع الفوارق. فمشيت مع الفوارق وعملت النيل الأزرق. هنا في سدود في أفريقيا حصل لها انهيار. واحنا خدنا الخبرة دي من الكتيبة نفسها. إن في مشروع نوبة 2 حصل له انهيار بعد الافتتاح ب 10 أيام. ده داخل اثيوبيا والشركة اللي عملها هي نفس الشركة اللي طلبها اللي بتعمل سد النهضة حاليا. وحصل في مات فلو هو اللي عمل هذا المكان حصل انهيارين اثناء البناء. ايضا في سد تبريزي على نهر عبارة. هذا السد ايضا حصل فيه انهيار جزئي قبل السد ما يتكمل. ركش فيه فيضان ولون المايه بكميات الطاقة اللي فيها والمايه عبرت من فوق السد ومات فيه حوالي 47 واحد مات في الفترة دي. إذن إن في مخاطر داخل أثيوبيا بسبب طبيعة جيولوجية وطبيعة الأمطار تحوي تخبر من داخل أثيوبيا نفسها. ده سد في كاليفورنيا بالخزن 4.4 مليار وبالمرة عبرت السد وحصل مشاكل وأمريكا اتقلبت وهجروا الناس على سد بيحجز 4.4 مليار متر مكعب. فما بالكم بسد النهضة اللي يحجز 74 مليار وتحصل فيه مشكلة. لأن في البعض بيقول معقول السد ويحصل فيه مشاكل؟ أيوة خاصة في أثيوبيا. فإذا كان سد ب 74 مليار صعب التحكم فيه، لكن لو كان بالمواصفات الأمريكية اللي قدامنا 11 مليار كان ممكن إن إحنا نقدر نتحكم ونعمل حسابنا. طبعا هنا المسافة بين السد والخرطوم حوالي 600 كيلو وارتفاع 350 متر فوق. السد والحدود السودانيه 5 كيلو، لكن بين السد والخرطوم مدينه الخرطوم 600 كيلو. ارتفاع المنسوب 350 متر، يعني خلال ساعات المياه تكون موجوده والغرقان المدن السودانيه. طبعا لو حصل تدمير كان في ثلاث سدود داخل السودان هيدمروا بخزاناتهم، يعني المياه اللي بتدخل المياه سد النهضه. في سد رشارس في مدوات حوالي 6 مليار متر مكعب، بعدين في سد سنوار حوالي نص مليار، وفي سد مروي اللي فيه 12 مليار. طبعا ان السد مؤكد انهيارها بالكميات اللي بتاعها. هنا السد العالي له تاثير على السد العالي. السد العالي بينه وبين سد نهضه 2000 كيلو. المايه بتاخد 7 ايام عشان توصل السد العالي. عندنا ما في توشكا ممكن نمرر فيه ربع مليار، واحنا دلوقتي بنفكر في توسيع ما في توشكا علشان ممكن نعدل، لان دلوقتي بقى في خطر لو حصل انهيار للميه في جزء من المياه هيروح لمصر. في هذه الحاله محتاجين نصرف جزء. طبعا 6-7 ايام هتعطينا فرصه نفتح القناطر اللي موجوده في شمال الدلتا بحيث نصرف جزء في البحر. عندنا في قناه احرانيه جنب السد العالي، وفي بوابات السد العالي 12 بوابه لو فتحناها ممكن نعمل ممرر في اليوم على الاقل مليار متر مكعب. لكن ده خلانا نفكر ماذا لو حصل فعلا انهيار سد، لكن ان شاء الله قادرين ان احنا نحمي السد العالي. السد العالي السنه دي غير موقف حاليا. يعني دلوقتي لو اثيوبيا استمرت في التعنت ما هو موقف مصر دلوقتي لو السد هيشتغل الصيف الماضي. السد العالي السنه دي والحمد لله وصلنا الى اعلى مخزون مائي للمره الثانيه في تاريخ السد العالي. المره الاولى كانت سنه 98-99-2000 وصرفنا مياه في بحيرات تشرق والبحيرات تجفت. السنه دي لاول مره بعد سنه 2000 نصل الى منسوب ال 182 متر، وبالتالي فرغنا جزء في دير العبد في طلعه السلام الى نصلت الى طائر العبد لاول مره، وفي دلوقتي جزء اخر في منخفضات تشرق. طول صوره بحيرات تشرق في سنه 2000 من 98-2، ودي صورة في سبتمبر اللي فات ما كانتش المايه قدامها في التشكة. المايه بتدخل المفيد علشان ما تنزلش عملنا سد. لأن المايه لو نزلت مش هتقدر تحتوي. وإحنا خسرناها. فإحنا
ولما الميه هترجع تاني ديناصور انخفض والميه هترجع بالمفروض الى بحيره ناصر. دي الصوره في سبتمبر. في نوفمبر اللي هو في الحقيقه في يوم 17 اكتوبر المياه وصلت الى اعلى منصوب ممكن وهو 182 متر فوق سطح البحر. ونزلت في اضطرينا ان احنا ننزل الجزء الاول في قلعه السلام لما لقينا لسه الميه جايه فرغنا جزء في تشكى البحيره دي هي اللي تكونت في بقى اللي دلوقتي رايح وزير تشكى هشوف مفيد تشكى وحدود البحيره. طبعا في 17 نوفمبر البحيره ازدادت والميه كانت ما زالت متدفقه الميه لسه متوقفه الاسبوع اللي فات. والمنسوب دلوقتي نص متر بقى 181 ونص. ان احنا فرغنا جزء بالاضافه الى استهلاكنا اليومي طول الشهر اللي فات. الحقيقه في بعض المشروعات سريعه بقى عشان اعرف الوقت لكن هي فرصه فبيض حضراتكم كل في تخصصه. احنا دلوقتي عايزين نزود ال 55.5 مليار. يعني قبل اوائل 50 سنه ما بنعملش فيهم حاجه يمكن حتى للاسف وزاره الرياضه في خطتنا ل 2037 قلنا الخطه على ان حصه مصر المائيه 55.5 مليار. احنا عايزين حتى يبقى في مية وفي تخطيط لزيادة كمية احنا دلوقتي محددين انها تقل واحنا عايزين نحافظ عليها بل نزودها. في مشروعات تزود هذه الحصة. عندنا النيل الأكبر في السودان شايف حضراتكم السودان دي الصورة الأخيرة في رؤوس المطر دي الفيضانات في الأراضي السودانية. محتاجين نساعد السودان هذه الفيضانات دي مخرجات سموم ممكن نوصلها إلى نهر النيل إلى النيل الأكبر. بس النيل الأكبر مشكلته ان العمق فيه شوف حضراتكم يعني هنا بنتكلم في حوالي 6 متر محتاج تتعمق لان مجرد ان بيأتيه مياه هي فيه بيغرق الاراضي اللي حواليه عدة كيلومترات. لو احنا عمقنا هذا النهر وطبعا الضخ في المنطقه دي عالي احنا عملنا سد جبل الاولويه في هذه المنطقه بيخزن 2.5 مليار ويفقد 2.5 مليار بسبب هذا العمق البسيط. النيل الازرق لا حفر مجرى. النيل الازرق حوالي 40-50 متر. دي جنوب السودان. من حسن الحظ ان احنا دلوقتي ان في وفره في المياه في حدود دول وما عملناش لسه مشروعات. جنوب السودان كله مياه. اكبر مستنقعات في العالم هي اللي موجود. جنوب السودان في امطار اكثر من الامطار الاثيوبيه. واللي بيجي منها 85% من المياه. ومع ذلك مفيش متر واحد بيجي من جنوب السودان. بسبب طب احنا جنوب السودان عايز قرارات تتعمل في مستنقعات وفي ميه لكن مفيش قرارات تجري فيها. لو احنا لان النهر لما بيدخل جنوب السودان هو ضعيف ما بيشقش مجراه. احنا مش لاقيين مجراه نعمله زي في قناه جنبي عندنا في ادي جنوب السودان بمستنقعاته ادي نهر النيل عند هنا في مدينه اسمها بير. عن بير النهر بيبقى عمق متر ولا مترين يعني مفيش نهر. فالمياه بتنساب وبتفقد 50% من المياه البندية في جنوب السودان. فعشان كده في قناة جنبي لو عملنا قناة جنبي توفر 4 مليار في المرحلة الأولى ثم 4 مليار أخرى في المرحلة الثانية يعني 8 مليار متر مكعب. أيضا في القناة كل دي أنهار مملوءة بالمياه وبتصب في المستنقعات. لو عملنا قناة تجميع وبعد كده تمشي في قناة جنبي توصل تزود المية. في عندي قناة دائرية أخرى. ده كنز مليء بالمياه هو جنوب السودان. حتى عشان كده كنت دايما أنادي وأقول يا ريت جنوب السودان نعتبر المحافظة المصرية من حيث الاهتمام المصري. هذه المياه ممكن نجيب منها 20 مليار متر مكعب. ومشروعات مدروسة ومؤكدة. إذا يعني ده يفتح لنا الأمل في المستقبل إن فيه مياه وإحنا لسه ما عملناش مشروعات، كانت تبقى مشكلة لو إحنا استنفدنا كل المشروعات وإحنا في الوضع المائي الحالي، نقول طب إحنا عملنا كل حاجة من كل، لا إحنا ما عملناش أي مشروع، المشروع الوحيد اللي إحنا عملناه خارج الحدود المصرية كان سد جبل الأرمون وتخزين 2.5 مليار. وده لما السودان حبوا يعملوا سد سنوار يخزن مليار متر بعد مصر رفضت. لان ده هيبقى هيؤثر على مصر. فكان الحل ان احنا نعمل قصاده سد جبل الاولويه. ده قبل السد العالي ده في الثلاثينات. لما عملنا السد العالي ما بقناش محتاجين سد جبل الاولويه، كان بالكامل سد مصر والمياه لمصر فقط.
سنه 77 سلمناه للحكومه السودانيه. ده مبين لحضراتكم قوه مصر في ذلك الوقت، ان ما كانش في حاجه تتعمل الا بموافقه مصريه. احنا وافقنا على سد سنهار في مقابل ان يتعمل سد بدل الاولويه. ده المشروع الوحيد واحنا استغنينا عنه بعد السد العالي. ايضا هناك عده مشروعات سواء في البنوك، احدهم مشروعات في بحيره البرت لتخزين المياه. المشكله احنا مش عايزين المياه تيجي في موسم واحد، في هذه المنطقه في فتره الصيف المياه كلها بتيجي مره واحده فبتقيل، لكن لو اتعمل مجموعه سدود تحجز المياه وتنظم مرورها ده يبنى لمصر تبنيه من المياه. في سياحه فتيله نهر القرون اللي بيشغل البحر. الحقيقه نهر القرون في عندنا حوض نهر القرون، نهر القرون نفسه ايراده السنوي 1300 مليار متر مكعب. نهر النيل 4 مليون، يعني قد نهر النيل حوالي 16 مرة. كل مياه نهر القرية بتصب في المحيط الأطلنطي دون استخدام. الحقيقة هذه المياه هي ملك الأفارقة، هي ملك البشرية، لأن إحنا نبقى شايفين في عينينا نهر في 1300 مليار بيصب في البحر، وإحنا في أمس الحاجة لهذه المياه، مش بس مصر، كل الدول الإفريقية. نهر النيل يتجه شمالا للبحر المتوسط، اذا احنا امام نهرين، واحد في الشمال والثاني للغرب. بينهم سلسله جبليه، الجبال اللي بينهم دي هي بتسقط على هذه السلسله الجبليه، اي ده سكتش بيبين نهر الكونغو تحوط زي طبق وبيصب في محيط الاطلنطي بعد نهر النيل وبحيره فيكتوريا ومتجه شمال. بينهم سلسله جبليه. عرض هذه السلسله 600 كيلو متر. 600 كيلو يعني في 300 كيلو بعدين القمه بعدين ينزلوا تاني الناحيه الثانيه. اذا ال 600 كيلو الارتفاعات تتراوح من 250 عند اقل نقطه الى 5000 متر. اقل ارتفاع 250 متر. هنا الحقيقه لما نشوف الجبال الفاصله ما بين النيل والقمه بيسقط عليها امتار. قمه الجبل بيتقسم عندها مطر. نص الامتار تروح للنهر النيل والنص الثاني يروح للقمه. النص اللي بيروح للنيل في جنوب السودان وبيغطي وبيملى جنوب السودان. طب احنا ليه سايبين المايه اللي نازله عندنا ورايحين نبص للمايه اللي نزلت الناحيه الثانيه؟ طب المايه اللي موجوده في جنوب السودان هي موجوده ما خدناش منها حاجه، ولو جبت المايه في القمه هصبها في جنوب السودان. يبقى انا طب ما احنا جنوب السودان مش ناقص مايه، هو عايز قنوات. اذا المشروع نهر القمه نفسه بالاضافه الى مشكله التضاريس، احنا عندنا مياه للسودان لو عملنا قنوات واستخدمناها بالكامل ساعتها نفكر ازاي نجيب مياه الكوردة ونصبها في جنوب، لان الطريق الوحيد ان المياه تصب في جنوب السودان. ده حوض الكوردة، نهر فعلا نهر ضخم جدا. وعملنا بعض المحاولات نشوف الانحدارات من احسن مكان، لان ممكن المياه ترفع الى جمهوريه افريقيا الوسطى بعد كده هتترفع مره ثانيه عشان تنزل في جنوب السودان. طب هننزل في المستنقع، يبقى انا كنت بجيبها دول، هو جنوب السودان بالظبط الكلام، لا اذا ده مشروع نهر الكوميلا، يعني هو يعني كلام ليس كلام علمي لاسباب يعني عديده. الحقيقه هنا يعني هنا بقت بنظره اللي ايه هي المشروعات اللي هتزيد تختار في حضرتك طبعا المعالجه دي اخر سلايد. المعالجه المياه احنا مش معالجة مياه الصرف الصحي فقط، عايزين بقى وايضا معالجة مياه الصرف الزراعي. في بعض المصارف بتصب في بحيرة ناريوت، يعني المياه مش مستخدمة. وفي ايضا في اللي بينزل في بحيرة المنزلة. واحنا طهرنا البحيرة ولازم نحافظ عليها بقى بعد كده، فلازم المياه تتعالج. ولو عالجنا المياه طب نعيد استخدامها بدل ما تنزل في البحيرات. عشان كده احنا في جزء من هذه المياه عايزين ندخله سينا عبر سرابيوم. المياه اللي بتنزل في بحيرة التمساح نعالجها وندخلها سينا للزراعه. لان احنا محتاجين مياه الصرف الزراعي والحقيقه معاه الصحي انها لو عالجت هي ثروه. بدل ما نسيبها تنزل في البحر انها مريض تستخدمها انا خلاص دي اخر استوى. طيب هنا يعني عملنا حوالي يعني ما يقرب من 30 الى 31 مليار متر مكعب من المياه ممكن نستخدمها في المستقبل. واشكركم شكرا جزيلا اللي هو بعض المحاذير عدم ري المحاصيل التي تزيدها
تحسبهم تحسبهم ان احنا برضو ما زلنا عندنا الكفرج في الصف الصحي مش عالي. الكواليتي بتاعت الميه انا معاك تماما ان هي الكواليتي مع الميه لو طلعت 24/7 يعني 24 ساعه في الاسبوع مظبوطه تنفع تصدرها. لكن ماذا لو انا بعمل سبرنت ابلكيشن في لاند سكيب وحصل دروب بشكل او باخر كهرباء قطعت؟ انا فاهم والله، لكن ده النوع انا بقول لحضرتك اهو ماذا لو بدون ديت اللجنه هي اللي حطت الجزئيه دي نوع كنوع احتراسي. بس انا عايز اقول لحضرتك انا معاك بس ايه؟ وزارة الزراعة كلها كان فيها خمسة من وزارة الزراعة ممكن انا اسميهم. المشكلة هنا في حتة مهمة يا جماعة حطوا بالكم منها. موضوع الكود مش قرآن. الكود يتعدل، ولكن كستيب بانك انت لو بصيت على الكود الاولاني بتاع 501 ما تزرعش غير غابات شبابيه كفور. ده الكود انا حاجه انت لو بصيت المحاصيل التي يسمح ان هي اساسا زراعتها بالكود المصري المعالجه الثلاثيه والثنائيه تمثل 95%. ال 5% اللي بتتكلم عليهم اللي هو الدقوق التصريحي. فانت ما عندكش مشكله مش بتزرعش في المرحله الاولى محاصيل بتوفر بازلت. ازرع ما انت عندك محاصيل، ازرع الان او القطن. القطن كان مجرد انه يتزرع في خط الصحه عشان هو تصدير، كنا بنجيب القماش من الصيف. فانا بقول لك شكرا يا دكتور مصعب. وبص لو سمحت هو نفس السؤال لو سمحت يا جماعه الدكتور مجدي شاهين نفس السؤال الدكتور مجدي شاهين او الهاله الثانيه. هو نفس السؤال اللي بترفع الدوري. في سؤال اخر يا جماعه انا بس عايز اكمل جزئيه مهمه عايز اقولها بالنسبه للمعركه الثلاثيه. المعركه الثلاثيه انا في مصر بنعمل كل دلوقتي مش لوجيك ان انا اعمل معركه ثلاثيه ولا حتى ثنائيه في الكوره دلوقتي. لان انا ما ينفعش ان انا اعمل معركه ثلاثيه والقاضي قدام السنين بتبني مساحات مجال ما لهاش اي معنى. فان النهارده الدول في هولندا في برانجا في المانيا كانوا معاهده ابتدائيه سنه 1985. هولندا ابتدت في برايم ثم سكنت لسلوكاشن. فاحنا دلوقتي مشكلتنا المصارف كلها مليانه صرف صحي. من الكفرتش بتاع السنتيشن مفيش. والخطه طموحه وكان 10 سنين. فيعني مظبوط. شكرا دكتور ربعت على المحاضره القيمه. هتكلم على عملنا طبعا بحث مع الدكتور حمد العوضي سانيتيشن ريوز ل 6 اكتوبر. وانا بالنسبه ل 10 مجمدات قد نحيناها من الصيف ومن الووتر واخد بعد حضرتك ويست ووتر. وبعدين طبعا اللي طلعنا فيه ان هذه المياه رغم ان هي بتستعمل المعامله الثلاثيه هذه المياه لا تصلح الا لزراعه الاشجار والفلاورز. انما اي كروبس ثاني هيبقى طبعا نتيجه الهيبيوتكس المجهوله فممنوع ان احنا بالذات الاصفر خدت من السادات سيتي برضه نفس الاشجار الخشبيه خدت عينات وعملت واسوار وهكذا. اذا في مصر لحد دلوقتي يا دكتور السيتيشن ريوز للاشجار الخشبيه والفلاورز. انما اي اشجار باي محصولات كروبس بتتاكل ممنوع. وشكرا. في الاخر انا بشكر الدكتور رفعت الحقيقه لان هي عنده ارتباطات بعد كده الحقيقه بعد كده. شكرا دكتور رفعت.